السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعم من الله. الحمد ليه لله. عندي سؤال يا شيخنا. سل عندي 3 بول، ولما اتبول كده كده الميه بتنزل نازله حوالي يمكن ربع ساعه وممكن اكتر او اقل على حسب بتقطع عندي، بس بعد وقت طويل شويه، فانا ما بستنجاش بالميه، بحبس البول اللي نازل ده بمناديل كتيره، ولما باجي وقت الصلاه بتطهر بالمية وحط بندون نظيف واصلي. هل عادة ترزوني بالمية من اول مرة غلط؟ لا، ما هو من الممكن ان نتمسح من الغائط او البول بالحجارة. ما هو بتمسح بالمناديل بس المية بتفضل نازلة فترة كبيرة تاني. بقول لك على اصل المسألة، هل يجوز لشخص ان يغسل اثر البول او الغائط بالاحجار بدلا من الماء؟ نعم يجوز ذلك، هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما عملتش كده يا شيخنا، سبت الميه تنزل براحتها. يا اخي افهم الكلام لاخره، انا بس ببين جزء حكم غيرك يعني. هل يجوز لشخص ان يستجمر بالاحجار بدلا من الماء؟ نعم يجوز له ذلك، وقد كان هذا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلجا للسؤال الثاني، انك شخص مريض 3 بول. نعم. ومرضى سلس البول مشاكلهم كثيرة. نعم. في منهم من ينزل البول بعد 5 دقائق نقطة أو نقطتين، منهم من ينزل البول بصورة كثيرة. نعم. فالأمر الأيسر عليك في هذا الصدد افعله. إذا أردت أن تكون لو أجلت تطهر بالماء بعد كده وقت الصلاة ما فيش مشاكل. ما في مشاكل. جزاكم الله خير.